بنو وهاب هم حركة صهيونية عبارة يعني زرعتهم الماسونية في أرض الحجاز من أجل تخريب الإسلام والمسلمين. فإحنا إما نتكاتف ونصير وحدة إسلامية كسنة شيعة سائر المذاهب حتى نواجه هذا الخطر، لأن الخوف ليس من اليهود وإنما الخوف من اليهود الأمة اللي هم في وسط الأمة يفتتون بالأمة ويحفرون للأمة من أجل الوقوع بها. فلا بد علينا أن نتكاتف أحبتي.